صعب قوي يعني بجد. انا مش عارفه يعني ايه خلفه وبتاع بدري بدري قوي يعني، والولد مش راضي يبطل زي ولا خفيف معرفش ماله. انت يعني ايه ده اصلا؟ مش قادره اصدق. ما كفايه كريم، وبعدين ايه ده؟ ايه ماله؟ ده كان زي القمر. ما هو زي القمر. لا من سنه ما كانش كده صراحه خالص. وبعدين هو النهارده لما انت ما كنتش قايل ان انت اصلا صغير جدا على انك تخلي دلوقتي. وشك احمر دلوقتي. اسكتي. ممكن ما تتدخليش لو سمحتي؟ شوفي ابنك في سيبي شوفي ابنك. ابني كده مريبه يلا. شوفي ابنك في الويتنج روم لو سمحتي. طب ماشي. عشان هو لسه انا عايزه اقول له على حاجه. انا عايزه اشوف شغلي كمان. مش ممكن يعني. انت بتهزر. هو انت مصممه تقعدي؟ قلت لحضرتك اتفضلي يعني في لا على فكره اقعد براحتي. لا دي عيادتي وانا حره فيها. دي عيادتك اكيد. اه بينك كلينك بتاعتي انا دافع عليها فلوس عشان اقعد. ولا انت وعيادتك لا هو مش هيمشي. لا انا مش همشي يعني هخلص على فكره. ايه بلاش همشي. يلا اقفلي. انا مش عارفه اشتغل مفيد الولد. مفيش دعوه انا بتكلم مع جوزي على فكره. انت مفيش دعوه. انت ما تعرفيش انا بالنسبه له ايه اصلا. ولا حاجه. يلا لو سمحت اديها المفاتيح وخلينا نخلص من القصه دي. لو انت خايف خلاص. خايف منها؟ لا اكيد مش خايف والله. مش شايف انه بيحب مراته. لا هو بتحب بيه. بقول لك ايه؟ قولها على اللي بنده. يقول لها ايه؟ هقول لها ده ممكن. هقول لها. لا مفيش حاجه. قول لك ايه؟ يقول لي ايه؟ مفيش حاجه. ما تقولش ده. ما خدهاش تستفيدين الترنيم. كده اصلا انا بقى بمسك ايه دي يا عم؟ وبمسكه مش كفايه كده؟ ريان بعدين خلاص بقى يا جماعه. انا ما شفتش كده صراحه. وحياه ربنا ما لو والله العظيم يا شباب لو ما اتكلمت انت حر. قول لها بقى على كل حاجه عشان زهقت. بص يا ريان كنت انا وريم مرتبطين لحد فتره يعني. وانت جاي تقول لي هنا يعني؟ طب انا هعمل لك ايه؟ طب انا عارفه كل قصه مراتك كده. بقول لك ايه؟ انا مش قادرات وخليها تخلص وتخرج في العربيه وده افضل. نعم؟ أنا مش قادرات. طب ريان بقى بعدين ماشي. تستني في العربية؟ ماشي. استغفر الله. بيقول لك استني في العربية. هو مفيش كرامة يعني ولا إيه؟ ده إيه ده؟ فين الباب لو سمحت يا رنا؟ لا على فكرة يعني تاخدي بالك من كده. لا أنا ما باخدش بالي. لا تاخدي بالك. شهاب. شهاب دكتور شهاب. بالنسبة لك. دكتور شهاب. لا مش دكتور بالنسبة لي. أنا بقول له يا شهاب ويا شيبو كمان. عرفتها إمتى؟ يعني والله العظيم عرفني امتى؟ لحد من شهرين كان بيكلمني. لا وما قاليش اصلا ان هو متجوز ولا مخلف. لا مش بيكلمك. لا حصل. ما تخلينيش بقى اوريها الوقت. انت على فكره هبله ونايمه على ودانك وخليكي بقى منايمه كده لحد الصبح ماشي؟ خلينا نخلص. طبعا هيقعد. ايه ده الكلام ده؟ بجد ايه اللي فيكي حاجه؟ انت اللي فيكي حاجه على فكره. انا انت مش طبيعيه. انت والمكان بتاعك. لا يا حبيبتي ما تقلقيش. في ايه يا ريهام؟ في ايه يا شهاب؟ في انت كمان غريبه جدا.